FM. الكلمة ليك. أنت مريت بظروف صعبة ياسر، أنت امرأة فولاذية، كيفاش عدوا في رمضان السنة؟ عديناه كما يلزم نعديوه، عدينا الأيامات الأولانيين نمشيو للحاج صالح لأنه استنسنا أن نمشيو احنا وشكري بحث الحاج صالح، بوي نعدي فيه مع بناتي بون المدة الجمعة ونص الأخرانيين هذوما الحق مانيش ياسر لاهية ببناتي لأني نحضر في المحاكمة، لكن إن شاء الله مباشرة بعد نهار الأربعاء سي تو فابيان، وديما نقولوا كان قعدنا حيين كما كانت تقول أمي، دونك كان قعدنا حيين إن شاء الله تو بوتيتر نخصص لهم أكثر وقت ونعديو أجواء رمضانية أكثر، لكن أساسا احنا من قبل أغلب الوقت نعديو في دار الحاج صالح، فنحافظوا على العادة هذه ونمشيو بحذها أكثر ما يمكن. البنات عندهم نفس الكرون اللي عندك انت سيسول، وهو كذلك. شفت عشاء مع بوغانمي يجيكم من باريس وتعشى معكم وعدى حاجات حلوة ياسر. انت تدعو غدوة باش تكون محاكمة الإرهاب، ستكون إن شاء الله محاكمة الإرهاب ضد الإرهاب مع بعضنا الكل ضد الإرهاب، ويجب أن تكون وستكون، أنا مطمئنة لأنها باش تكون حاشدة وباش تكون الناس الكل باش تهبط باش تعبر عليها حتى بوقفتها بوجودها يزي. ولسان الدفاع، وهذا اللي يرعب في الإرهابيين، لسان دفاع حاضر جاهز، هيئة الدفاع حاضرة، حاضرين محضرين مداخلاتنا، محضرين سيناريوهات الكل حاضرين لها، باش نحاولوا ونتمسكين بأنه الإعلام ينقل، ما زلنا متمسكين باش نكمل معكم حتى الإعلام متمسك وعملنا مطالب السيد ولا متمسكين بأنه الإعلام ينقل، لأنه من حق التوانسة الكل باش يسمعوا باش يعرفوا، وهو ضمانة أيضا للمحاكمة العادلة، لأن المحاكمة العادلة زادة فيها قواعد وفيها إجرائيا، ولكن أيضا منظومة كاملة من بينها أنه الناس يتبعوا ويفهموا باش نشوفوا شنو اللي قاعد يصير، وباش يشوفوا مسار ومنحة القضاء في التعاطي مع شبه هذه القضية اللي احنا مانيش مستانسين بها كل يوم، هذه قضية جديدة كمان. الكلمة ليك.